بعد فقرة اربح فورا ننتقل الآن إلى منوعات رمضان. شهر رمضان مثل ما نعرف هو شهر الرحمة والإحسان، ودولة الإمارات حكومة وشعب ولله الحمد تمتاز دوم بفعل الخير، وتعتبر سباقة لها العديد من الأسر الإماراتية، تنفذ مبادرات إنسانية خاصة تتمثل في تقديم إفطار الصائمين في خيم رمضانية أعدت لهذا الشهر الكريم. زميلنا يوسف المعمري زار إحدى هذه الخيم ورجع لنا بالتقرير التالي نتابع سوية. مشاهدينا الأعزاء أرحب بكم وأقولكم كل عام وأنتم بخير. إحنا اليوم متواجدين في هذا المكان الطيب. هذا المكان هو عبارة عن حي شعبي، ينصبون خيمة للفقراء والمساكين لإفطار الصائمين. تابعوا معنا تفاصيل هذه الزيارة لنا في هذه الخيمة، تابعوا. والله بلا شك طبعا احب اول شيء اترحم على الشيخ زايد، اسال الله ان يغفر له ويرحمه. هو من اسس فينا هذا العمل التطوعي والتكاتف الاجتماعي، وهذه النتائج اللي تشوفونها قد غرست فينا من نحن اطفال الحمد لله. وطبعا المبادره هذه سنويه نحن نقوم بها في افطار الصائمين على مستوى مدينه العين وخارج مدينه العين كذلك. والحمد لله نفس ما تشوفون ان في اقبال كبير، واسال الله ان يتقبل من الجميع. الحمد لله 100 100 في تمر، هاريس برتقال وتمر ميه ليمون كل شيء الحمد لله موجود. كل سنه انا موجود هنا. انت شو اشتغل منك؟ انا اشتغل درايفر. درايفر؟ نعم. افطار مني؟ ايه افطار مني سلامات. اكل جيب نفرات مني. والله كل الجيب معناته كل شيء موجود الحمد لله. فقط فوق العشر سنوات تقريبا نحن بالعمل هذا. طبعا كانت فقط مجرد ان نحن نسوي افطارات في المساجد وغيره، والحمد لله تطورت لين تملكنا بعض الخيام، كنا نستاجر وحين تملكناها الحمد لله، وتقريبا يستفيد منها ما يعادل يوميا فوق ال 200 صائم يفطر فيها الحمد لله يوميا في الخيمه. انا كنت كامل 25 سنه، انا كله شو ترتيب، انا كله نفرات اي شيء كله الحمد لله الحمد لله، كل شيء في موجود، برتقال اي شيء كله، اكل شراب كل شيء الحمد لله. أنا كم نفر كل يوم يجي؟ كل يوم تقريبا 200 يجي، بعد شوي نقعد في بعد فوق هذا في ذكر. الجمعه يجي زياده. نحن سر المبادرات يا طويل العمر، بدايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائم فله مثل اجره من غير ان ينقص من اجر الصائم شيء. فنحن من كم سنة عملنا على هذه المبادرة في المسجد هذا، وما شاء الله يجتمعون كل العمال الأسيويين والعرب ومن يرغب أن يفطروا لله الحمد. وشيوخنا الكرام الله يطول عمارهم ويرحم الشيخ زايد حودونا على هالأشياء، نحن نعمل خيم هالأشياء اللي دفعتنا للأمر هذا، وفي مساهمين كثير في الخيمة هذه.